راجعه بحلويات، والحلويات النهارده بتاعتنا ما تعرفوش هي قطه مخربشه ولا قطه مغمضه ولا قطه كيوت، هي في كل الاحوال قطه جميله زي ما قلت لكم في اول حلقه ان هي بتدخل القلوب من غير استئذان. لما بنتفرج عليها برده زي ما قلت لكم ان هي لا لازم نقف، لازم نقف نتفرج، لازم نشوف هي بتعمل ايه. الجمال ما شاء الله اللهم بارك، سواء حاطه ميك اب او مش حاطه ميك اب فهي الله اكبر عليها، تخطف القلب وتخطف العين. منورني حياتي. حبيبتي ايه المقدمه الحلوه دي؟ لا ده انت كان في مقدمه حلوه بس انت تستاهلي اكتر من كده، هي مش مقدمه، هي حقيقه والكلام طالع من القلب. ربنا يخليكي. والكلام اللي طالع من القلب دايما بيوصل. ده عشان انت جميله. الله يسعدك حبيبتي. ربنا منى اسكندر قلبي بلوجر مكسره الدنيا ومتاخره ده دايما الاثنين مكسره الدنيا. ربنا يخليكي ودايما دايما يا رب مكسره الدنيا. اللهم ربنا يا رب يحفظك دايما من العين. اللهم امين. اللهم امين. طيب غيرتي لبنات كتير مفهوم ان انا البس محجبات وفي نفس الوقت ابقى جميله قوي واخطف العين والبس واسع، مش شرط ان انا ابقى محجبه ابقى مبهدله في نفسي، مش شرط ان انا ابقى محجبه ما ابقاش مهتميه بنفسي. فانت غيرتي قواعد كتير جدا. بدات الناس اللي مش محجبه بدات ان هي تفكر في الحجاب، لا ايه ده، طب ما هي محجبه ولابسه واسع وفي منتهى الجمال اهو، لا ما انا لازم افكر في حاجه زي كده. فعملتي ايه عشان يعني تعملي الدمج بين المزيج ده والمزيج ده؟ ازاي تبقي محجبه وجميله ولابسه واسع ومحدش ينتقدك؟ حاجات كتير قوي جمعتيها ازاي مع بعض قولي لي. بصي اول حاجه انا اصلا اول ما اتحجبت صغنونه جدا، فلما اتحجبت انا اصلا قست الموضوع على نفسي. لا وانا صغنونه جدا اكتر، انا اتحجبت في اولى اعدادي. تمام. كنت صغيره قوي فساعتها ما كنتش بلاقي حد يعلمني ازاي البس، او ما كنتش لاقيه ريفرنس. قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي الف الطرحه ازاي شكلي وحش، قولوا لي اعمل ايه. فكنت عايزه ابقى دايما دلوقتي احقق للناس اللي انا ما كنتش عارفه الاقيهم، تحل لهم المشكله بتاعتهم، يبقوا شايفيني عارفين ازاي يلبسوا، عارفين ازاي ينسقوا، عارفين الاكسسوار يتلبس امتى، الاكسسوار يتغير امتى. لون الطرحه ازاي، الطرحه اللي بره، اللبس يبقى واسع ازاي. حاولت اعمل كل ده من خلال ان انا ابقى معاهم دايركت. هو انت اصلا نجحتي في ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا بشوف بنات كتير، انا ولادي منهم، تمام هم محجبين بس برضو مش الحجاب اللي هو يخليهم مرتاحين. تمام. اللي هو ايه، في دايما صراع، طب البس ايه علشان في نفس الوقت ابقى لابسه واسع وفي نفس الوقت ابقى محجبه. طب ينفع طب ما ينفعش. فانا شايفه ان هم كمان متابعينك، وفي ناس كتير غيرهم كتير جدا ربنا يزيده ويبارك يا رب متابعين الحته دي، بيستنوا منها هتنزل ايه ويشوفوا هي بتعمل ايه علشان يبداوا يعملوا زيها. علشان كل ست في الدنيا بتبقى حابه ان هي تبقى جميله اكيد، بس بتشوف ان هي ايه، مين مثالها الاعلى مثلا، مين القدوه بتاعتها، ان انا يعني ابدا ان انا اجمع كذا نقطه في نقطه واحده توصلني للكمال. الكمال طبعا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس كل واحده بتبقى عايزه ما يبقاش فيها الشعره مش موجوده. ايوه صح ولا صح؟ دي حقيقه. منى اسكندر جمعت كل دوت مع بعض. فبصي مش انا بس اللي بشكرك على حاجه زي دي، كل الستات وكل البنات اللي بيتفرجوا علينا النهارده بيشكروكي على حاجه زي دي.